السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم الدرس ديال الجوزة. الجوزة المقسومة على أربعة من البداية ديال هذه الفتحة ديال نصف طوق. اللي بغات ترجع للطريقة ديال الفتحة نصف طوق ترجع للدرس السابق. نوضع لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. فأول حاجة وضعنا هاد الغرزة، غرزة واحدة. دابا غنضربو في التوب. فين ما غتضربو في التوب غادي تزادكم غتزادكم عوينة. أنا هنا غنستعمل الجوزة المقسومة على أربعة. هنا تابعوا معايا مزيان، ضربنا في التوب غنرجعو لهاد العين. قلت لكم دائما غادا تبقى تزادكم عوينة. فهنا غادي نضربو في هادي، واحد اثنان، ثالثة غادي تجي هنا في التوب. دائما فين ما تضربو في التوب غترجعو ضربو كذلك هنا في التوب، هاد العين هادي اللي تكونات. ديما فين ما غتطلعو غتزاد عين، فين ما غترجعو غتزاد عين. واحد، غنخليو هنا هاد الغرزة، هاد العين هادي جات في الوسط، غنخليو هاد العوينة وغنضربو في التالتة. دابا غنضربو في التوب ونرجعو في هاد العين. دائما كنرجعو في نفس العين وغنعمرو هاد الفراغ، هاد العين اللي كوننا هنا خاصنا نعمروه. واحد، هنا درنا واحد، جوج، ثلاثة، هادي الرابعة. دابا هنا غتزاد عندنا العين الخامسة في هاد الطلعة، هادي غادي تزاد عندنا العين الخامسة، يعني واحد، هنا غادي نخليو هاد العين وغنضربو في هاد في اللي حداه، ونخليو كذلك هاد العين وغنضربو في هادي اللي حداه. هنا باش يتكونوا عندنا الأعين، حيت هنا كيما قلت لي هنا درنا عين، هنا غنديرو جوج غنبقاو غاديين. هنا نضربو في هاد البلاصة، هنا دائما غنعمرو هاد الفراغ هذا اللي عندنا هنا، كنعمرو بجوج الغريزات. هنا واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دابا فين ما تنوصلو للتوب هنا غتزاد عندنا عين، كنضربو دائما في هاد الجهة اللي على التوب وغنزيدو دائما عين. نخليو هادي وغنضربو في هاد. انا هنا غادي ندير الجوزة على جوج الاسطر، وفي نفس الوقت من الوسط غادي تكون مقسومة. نخليو عين ونضربو في العين الاخيرة ونضربو في التوب. هاد الجوزة كتجي زوينة وسهلة. هنا دابا غير تنعمرو هاد الفراغات. كما قلت لكم كل فراغ كتضربوا فيه جوج الغريزات، يعني هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية.
الثامنة هي هذه. دابا غنضربو في التوب، كل مرة غادا تزاد عندكم عين، يعني الخدمة غادا تزيد تكبر. هاد اللون ما واضحش، كنعتذر منكم. هنا واحد، غنخليو هاد العين وغنضربو في هاد، ونخليو كذلك هادي ونضربو في اللي حداه. ونخليو كذلك هذه ونضربو في اللي حداه، حتى غادي نوصلوا لربعة العينين. ملي غادي نوصلوا الربعة غادي نبداو كنكونوا في الجوزة، غادا تبدا تبان، غتبدا تطلع. هنا غنضربو في التوب وغادي نرجعو نعمرو الفراغات. دائما فين ما تضربو في التوب رجعوا في هذيك العين اللي كونتو جديدة. دابا غادي تعمرو غير هاد الفراغ، واحد، اثنان، ثلاثة، هنا نتابعو معايا مزيان لهاد المرحلة هادي، لأن ما غاديش نبقاو نضربو في عين ونخليو وحدة. هنا غادي نستمرو، هنا واحد، نخليو هادي ونضربو في هاد، نخليو كذلك هاد العين وغنضربو في اللي حداه. هنا دابا ولو عندنا جوج ديال العينين، هنا ما بقيتش غادي نخلي وحده ونضرب في وحده، غنضرب في اللي حداها مباشره. ها واحد، هنا ضربت في هذه، نضرب كذلك في اللي حداها، يعني كل مره غادي يتزادوا جوج. بحال دابا هنا درنا جوج، في الرجعه غادي يتزادوا، غيولوا عندنا أربعة، ستة، ثمانية، غتبقاو دائما في الوسط. فهنا كما قلت لكم، هنا العدد غادي يبقى كيتزاد بجوج. هنا ضربت جوج حدا بعضياتهم، غنخلي هاد العين وغنضرب في اللي حداه، ونخلي كذلك هذه ونضرب في اللي حداه. دابا غنضرب في التوب، هنا غادي نرجعو نعمرو هذوك الفراغات اللي درنا. هنا غادي نعمرو كيما قلت لكم، واحد، اثنان، ثلاثة، زدت جوج في النوبة الجاية، غادي نزيد ربعة، غتبقى غادا طالعة بحال هكاك مدوبلة. غتشوفو هنا غادي نتفاهمو هداك الحساب اللي قلت لكم. هنا غادي ضروري هذه هي الزيادة، لأن هذه هي البداية ديال فتحة نصف طوق، هي هذه. فغادي نخلي هاد العين ونضرب دائما، عقلو الضربو هنا دائما، هاد الغريزة غتخلي وحدة وتضربو في الأخر مباشرة حتى توصلوا للعدد اللي نتوما باغين. أنا مثلا أنا باغا نوصل لخمسطاش، نخليو هذه ونضرب هنا خمسطاش، ولكن غادي ناخد في النص ديالها، غادي نوريكم واحد خل. هنا دابا وضعت جوج ديال العينين، واحد، ها العين الاولى، العين الثاني، هنا نضرب مباشره. هنا واحد، هنا فين قلت لكم العدد غادي يبقى كيتزاد، اثنان، ثلاثة، ربعة. دائما هنا فين قلت هذه هي المهمه، هي هاد الوسط، غتبقاو دائما العدد تيدوبل بضعفين. درنا جوج رجعنا درنا ربعة، نخليو هادي وغنضربو في اللي حداه، خليو كذلك هادي وغنضربو في اللي حداه، وغادي نرجعو نضربو في التوب. ديما هنا فين كاينه مرحلة الزيادة. دابا غادي نرجع نعمر هاد الفراغات ونكمل معاك. هنا دابا عمرنا هاد الفراغات، غادي نرجعو غنبداو من جديد. دائما نخليو هاد العين ونضربو في اللي حداها، ونخليو كذلك هادي ونضربو في اللي حداها،
وغادي نرجعوه هنا فاش غنعمرو غادي يبان لكم ان احنا غنديرو 6. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه السادسة. دابا غادي نرجعوك نقزو نخدمو عين ونخليو عين، نخليو هادي وغنضربو في اللي حداها. نخليو كذلك هادي ونضربو في اللي حداها ونضربو في الثوب. دابا هنا انا هنا هاد الخيط صافي تقاده، فغادي ندخلو بهاد الطريقه وغادي نركب خيط اخر. من بعد هنا ما تبت الخيط ارجع نعمر في هاد الفراغات هادو، ارجع نعمر فيهم. نعمر الفراغات ونكمل.